سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 66 حاله قائمه جديده منها 17 حاله لعماله وافده و 45 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى اربع حالات قادمه من الخارج في حين سجلت سجلت حاله وفاه واحده فيما أعلنت الوزارة تعافي 64 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 650 حالة